السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الآن وعلى الهواء مباشرة إلى قصر السيف لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص باجتماع مجلس الوزراء، فإلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي أونلاين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح حول أحداث الشغب والفوضى التي قام بها عدد من مخالفي الإقامة الموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم، والذين كانوا يطالبون سلطات دولهم بالسماح لهم بالعودة إلى بلادهم. كما أحاط المجلس علما بالإجراءات التي قام بها رجال الأمن بوزارة الداخلية للسيطرة على الوضع واحتواء هذه الأعمال العبثية وحفظ الأمن، وما تم اتخاذه من تدبيرات حازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات المرفوضة وجهود جبار. وقد عبر سموه رئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لكافة منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم المخلصة منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا لترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب الالتزام من كافة المواطنين والمقيمين تحمل مسؤولياتهم في المحافظة على أمن البلاد والتعاون مع السلطات الأمنية حتى تنكشف هذه الغمة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأن يعيش على أرضها من كل سوء ومكروه. ونورد لكم بعض التكليفات والقرارات. تكليف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين الراغبين بالتأجيل لصالح بنك الائتمان الكويتي نظير منحهم القروض العقارية والاجتماعية، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وبما يضمن عدم زيادة القسط الشهري المستحق مقابل تأجيلها. 2. تكليف مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لإنشاء وتجهيز السكن الخاص بالكوادر الطبية والفنية التي ستقوم بتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالمستشفى الميداني في أرض المعارض بمنطقة مشرف، وذلك وفق المواصفات والمعايير التي تحددها وزارة الصحة بهذا الشأن. الموافقة على مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، وتكليف وزير المالية بمراجعة الصيغة النهائية للمشروع. ثم أحاط وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح المجلس علما حول آخر المستجدات المتعلقة بالوضع العالمي لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح تفصيلي قدمه كل من الدكتور بثينة المضاف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة، والدكتور محمد الخميس الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة الكويت، بشأن الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا المستجد بدولة الكويت وعرض الحالات حسب التوزيع الجغرافي في البلاد والفئات العمرية والجنسية، وكذلك مقارنة الوضع في دولة الكويت بالدول الأخرى. كما تضمن العرض الانعكاسات الإيجابية على أعداد الإصابات بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في دولة الكويت. ونستأذنكم راح تشاركنا في المؤتمر الصحفي اليوم الدكتور بثينة المضاف والدكتور محمد الخميس في هذا اللقاء. تفضلي دكتورة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قدمنا اليوم عرض لمجلس الوزراء الموقر عن الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بدولة الكويت.
حيث تم عرض آخر الإحصائيات والإجراءات المتخذة منذ بداية وفود المرض لدولة الكويت، والجهود الكبيرة التي بذلت لاحتواء هذه الجائحة وللسيطرة عليها، وتمت الإشارة إلى أهمية الاستمرار بالإجراءات الاحترازية للتحكم والسيطرة على الوباء باتخاذ الطرق المتفق عليها عالمياً، وهي الفحص والعزل والتباعد الاجتماعي. كما تم شرح إجراءات التعامل مع الحالات المحلية وأهم التحديات التي تواجه المختصين في السيطرة على هذا الوباء، وتم توضيح نشاط التقصي الوبائي والعزل المناطقي في مناطق مثل جليب الشيوخ والمهبولة، والوقوف على عدد الحالات التي تم رصدها في هذه المناطق، والخطط المستقبلية للمناطق، تطويق المناطق التي تتميز بالكثافة السكانية العالية والتي يتم رصد حالات كثيرة فيها. ووضحنا أيضا أهمية الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعي، حيث هما من أهم الأسباب لعودة الحياة الطبيعية. وشكرا. يعطيكم العافية. وكذلك تم شرح أن الوزارة تستخدم أحدث النماذج الرياضية والحاسوبية لاتخاذ القرار بشكل فوري، وهي طبعا نماذج تعتمد على الحالات اللي تعلن كل يوم، كذلك مواقعها الجغرافية. طبعا من بداية الوباء كانت الأوضاع مستتبة إلى أن بدأ انتشار المجتمعي، وعن طريق النماذج الرياضية اكتشفنا الانتشار المجتمعي، وتم من خلاله اتخاذ قرار مثل تسكير الجليد والمهبولة، كذلك هو الحظر الجزئي وغيره. وتسبب ذلك يعني حتى النماذج الرياضية اللي تم استخدامها أكدت لنا أن هذه الإجراءات كانت فعالة، وفعلا تم إنزال الانتشار المجتمعي. ولما هم أقصد مرة ثانية بالانتشار المجتمعي هو الشخص الواحد ايش كثر يعدي من هالناحية، فإحنا ندري كل يوم الكويتي أو الغير كويتي شو ممكن يعدي بهالطريقة باستخدام هالنماذج. كذلك هناك نماذج رياضية تحدد لنا بالضبط أماكن البؤر، مساحتها الجغرافية والزمانية والمكانية، وهذا قاعد تساعد الوزارة في أنها تأخذ أولوياتها في أي بؤرة تبتدي فيها، وفي أي بؤرة ممكن سكرتها، وأي بؤرة قدرت تخلص منها. ومن بداية الوباء كان عندنا 30 بؤرة مهمة في الكويت، تم التخلص من تقريبا أكثر من النصف هذه البؤر ولله الحمد، وبينا هذا عن طريق الخرائط الجغرافية اللي تم إنتاجها عن طريق النماذج الرياضية والحاسوبية. وشكرا. شكرا دكتور محمد. الزملاء احنا اذا نقدر ناخذ بالسؤالين بسبب ضيق الوقت تفضلوا معانا. تفضل ابو يوسف الراي. صوت ابو يوسف تسمع الصوت؟ تفضل. نعم الحين اسمعك. ما حدث في تشب وفي احد المدارس في منطقه البروانيه، شنو اخر المستجدات عليها؟ هل تواصلتم مع وزاره الخارجيه، مع السلطات المصريه؟ هل سيتم تسيير رحلات؟ لان الرحلات اللي راح تنطلق بكره راح تكون مخصصه لكبار السن والمرضى. نبي الفئه هذه متى تبدا عمليه اجلائهم؟ مشكور ابو يوسف على السؤال. ما حدث بالامس او فجر اليوم هو امر مرفوض، وكان السلطات الامنيه في وزاره الداخليه قامت بواجباتها في فرض السيطره والامن داخل هذه الاماكن. احنا صار لنا فتره في حكومه دوله الكويت نتعامل مع عدد من الدول بشان السماح لمراكز الايواء الموجوده عندنا في السماح للعوده مع دولهم، واحنا احنا على اتصالات مع اكثر من دوله. بالنسبه لنا دوله الكويت اللي صار اليوم الفجر هو ليس بسبب سوء الاستخدام داخل المراكز الإيواء، أو بسبب نقص الإمدادات، أو بسبب أي سوء إدارة من قبل الحكومة. بالعكس، الجميع يمتدح هذا الموضوع ويمتدح الخدمات التي تقدم، ولكن هناك كانت مطالبات من بعض الجنسيات المختلفة بشأن التعاطي مع دولهم بالسماح. فالآن من بداية الأزمة وإحنا على تواصل مع كل الدول الصديقة والشقيقة بشأن تسهيل إجراءاتهم بشأن العودة إلى دولهم. ناخذ سؤال ثاني. تفضل جريدة الجريدة. أبو فواز يعطيكم العافية. أبو فواز، ذكر الدكتور قبل قليل أن تعاملوا مع عدد من البؤر وتجاوزوا تقريبا عدد
تعامل معها نصف من الإصابات الموضوع بالفيروس. تصورات وزارة الصحة بالنسبة للأعداد القادمة من الأيام، هل هناك عدد معين يتوقعون في الوصول لهذه الإصابات؟ يعني مرة ثانية أكرر لك، إحنا في الحكومة دولة الكويت نستمع بصوت عالي لفرقنا الصحية، ولذلك السبب كان اليوم معنا الدكتور أبو ثينة الدكتور محمد الخميس لقراءتهم الأخيرة بشأن المستجدات الصحية داخل دولة الكويت. فنحن نعم نتخذ هذه الأرقام وهذه القراءات على محمل الجد، وكل الخطوات المطلوبة سوف يتم اتخاذها في حينها. ولذلك دولة الكويت من بداية الأزمة نقوم باتخاذ قراراتنا بناء على هذه القرارات الخاصة من قبل وزارة الصحة. ناخذ سؤال، تفضل جريدة الشاهد. بالنسبة عندنا موضوع الحدود البرية، هل هنالك يعني مواضيع معينة أو هناك قرار حول فتح الحدود البرية، علما بأن هناك بعض الأنباء خرجت بأن سيكون الأسبوع المقبل أو ما شابه ذلك؟ وهل هناك دول يعني قدمت لكم بالإجراء لإجلاء رعاياها يعني والتنسيق معها في هذا الحدود؟ علما بأن بعض الرحلات قاعد تكنسل، وتعلم بأن بعض الرحلات سواء الفلبين أو غيرها، هل هناك تحديد لبعض الدول ل يعني التنسيق لمغادرة أبنائها من الكويت؟ بالنسبة للحدود البرية اللي حب أكد لك عليه، أن نحن الآن ما زلنا في المرحلة الرابعة من الرحلات المجدولة بشأن إعادة أبنائنا وبناتنا ومواطنينا من الخارج. وإحنا مثل ما تكلمنا أعلنا عن هذه الفرق وتكلمنا عن هذه التواريخ وجدولتها في القادمة من الأيام. فبالنسبة للحدود البرية جاري التنسيق مع الدول الصديقة، وكذلك ما هو المطلوب في المرحلة القادمة راح نعلن عنها في وقتها. بالنسبة للدول الصديقة التي لها إجلاء رعاياها في دولة الكويت، دولة الكويت ترحب دائما في التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة بشأن السماح لها بالحضور لدولة الكويت والمساعدة بنقل رعاياها. بالنسبة لنا احنا أعلنا من قبل وزارة الداخلية لكل مخالفين الإقامة في دولة الكويت، وتم وضعهم في أماكن رعاية خاصة، وتم تقديم لهم الوجبات والأماكن المطلوبة في إقامتهم. فلذلك احنا قمنا في هذا العمل ليس مجرد اليوم وأمس، صارنا فترة أكثر من 3 أسابيع نقوم هذا، والأمر ماشي بسلاسة وبرعاية كاملة. ناخذ سؤال، تفضل اخت مناير آخر سؤال. نعم استاذ طارق، يعني الضغط الان مضاعف على وزاره الصحه، والملاحظ بالفتره الاخيره من عدد الاحصائيات ان غالبيه الاصابات التي يعلن عنها هي حالات مخرطه، وايضا من مخرطي حالات التقصي الوبائي. سؤالي استاذ طارق، عمليا كيف تنوي الحكومه تكييف قراراتها الاحترازيه وفق هذا الوضع؟ شكرا. يعني مناير احنا من البداية وحنا نتكلم ونتحدث في هذا الموضوع، هذا الموضوع وباء طريقة انتقاله إلى حد الآن في طرق معروفة وفي طرق غير معروفة. دائما نحذر ونكرر، وكل إجراءات الحكومة من بداية هذا الوضع، واليوم سمعنا للشرح البرزنتيشن اللي قدمته الدكتور أبو ثينة والدكتور محمد، شلون دولة الكويت أثبتت في اتخاذ قراراتها السابقة أنها فعلا كانت قرارات صائبة والتي حافظت على الكويت من انتشار هذا الوباء. اليوم بينت إجراءات السلطات الصحية واتخاذها قرارات المسبقة، ويمكن سبقنا عدة دول وتكلمنا في هذا الموضوع، سبقنا عدة دول في إجراءاتنا واتخذنا إجراءات قاسية وإجراءات لم نفكر فيها من اليوم. هذه الإجراءات هي من حافظت على دولة الكويت وحافظت على البيئة الصحية في دولة الكويت. لذلك نكرر إرشادات واحترازات وزارة الصحة والفرق الصحية في دولة الكويت، عدم المخالطة. عندنا الآن احنا قاعد كلنا نعرف ان هناك عودة لأبنائنا وبناتنا من الخارج، الحجر المنزلي، الحجر المؤسسي، هذا الكلام تحدثنا فيه وتحدثنا فيه أكثر من مرة وتم الإشارة عليه أكثر مرة. قامت جهود الحكومة في أكثر من مجال، قامت الحكومة سواء عن طريق وزارة الإعلام، عن طريق الصحف والمؤسسات الإعلامية اللي قاعد تعمل معانا في هذا الموضوع، الإرشادات والتمسك بهذه الإرشادات، قاعد نشوف الجمعيات التعاونية تطبيقها للدخول والخروج. هو بالنهاية مهما وضعنا من إرشادات، هو بالنهاية مهما وضعنا من قوانين، مهما وضعنا من أفكار، هي بالتالي تعود إلى المواطن
والمقيم في دولة الكويت، تطبيق الإرشادات والاحترازات والتمكين نفس الإنسان من البعد عن هذه المواضيع. في النهاية السلاح معانا أن يكون المواطن والمقيم في تطبيق هذه الإرشادات، وإن شاء الله مع الوقت نتمكن في المحافظة على الوضع الصحي داخل الكويت والمحافظة عليه، والنجاحات اللي حققتها حكومة دولة الكويت في هذه المرحلة والفرقة الجبارة من وزارة الصحة اللي موجودة في نسبة الشفاء اللي قاعد نشوفها العالية، وإن شاء الله من خلال المرحلة القادمة نتطلع إلى مزيد من التعاون. نشكركم اليوم، أخرناكم في المؤتمر الصحفي، ألف شكر لكم، يعطيكم العافية. إذا مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم وقائع المؤتمر الصحفي في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء. إلى اللقاء.